موجودين هنا دلوقتي في قاعة أرزانة في فندق شيراتون أبو ظبي، على أساس اللي هو إحنا في البازار بتاع سوق اللي إحنا بنسميه المنتجات اللي هي سكند هاند أو الحاجات اللي الناس مش محتاجاها في البيت. جات لنا الفكرة اللي إحنا ليه الحاجات دي بدل ما نستفيد بيها الناس تستفيد بيها، بيتبيعها البعض بيستفيدوا منها، من الدخل اللي إحنا بيجينا من ريع الطاولات أو إيجار الطاولات بنقدمه للفيوتشر سنتر للسبيشال نيدز، مركز هنا في أبو ظبي لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة. تاني مرة شاركت المعرض هنا في الشيراتون، بعرض ايتمز كلها هاند ميد اكسسوارز، حاجات كلها بالاحجار الطبيعيه، حاجات تانية ريسايكل. بعنا كم شغله، الملابس هي عليها اقبال كثير، شغلات صغار، لكن شغلات تراثيه، صابون، شغلات زي هذه لسه شوي ماشي بطيء. يعني اليوم كان في اقبال شديد كثير يعني بالمعرض، ونحن دائما بنشارك في خاصه بهالمناسبه، مناسبه الأربعين على دولة الإمارات، والله يديمهم إن شاء الله. والفكرة جت لنا، احنا عملنا أول معرض لينا للبازار في شهر 9 اللي فات ولقيت نجاح، الناس بدأت تسأل ليه اللي احنا ما نكررش التجربة. عملنا واحد دلوقتي اللي هو في شهر ديسمبر قبل كريسماس، الناس تبدأ تحتفل ولو عندها حاجة، وبنفكر ان احنا نعمل او نكرر المعرض تاني بتاعنا هيكون في شهر فبراير.